اللهم انك انت الذي رفعت السماوات وبسطت الارض، اسمع مني طلبتي. اسالك يا رب من اجل كل خاطئ يسالك تائبا عن خطاياه، امحو جميع ذنوبه وكل من اوقد هيكلك المقدس. اعطه يا رب ما يساله منك وكل من حضر مجلس قضاء مفزع، ويذكر اسمك القدوس بأمانة صحيحة. يغلب يا رب أعداؤه، وكل من بنى هيكلا يذكر فيه اسمك القدوس. أعطه يا رب ما يفرح قلبه وكل من به مرض من الأمراض، وسألك منه الشفاء إن كنت تشاء حياته. امنحه يا رب الصحة سريعا من جميع علله وأتعابه الجسدانية والنفسانية، وكل من حضر إلى بيعتك وسكب قلبه أمامك منكسرا. تحنن عليه يا رب بغفران خطاياه وكل من وقع في أمر صعب أو في ضيقة مرعبة وطلب إليك بإيمان ثابت وقوة. يا رب انصره على أعدائه وكل من سألك يا رب وهو في طريق مخيف أو برية أو بحر، أعنه يا رب ورده سالما إلى مسكنه. وأخيرا يا حبيبي المسيح، كما سمعت لصلاة سليمان الحكيم، اسمع من عبدتك اليوم، لأنك أنت تعرف قلبه، لأنك أنت وحدك قد عرفت قلوب بني البشر. لأن ترك الإنسان أمام عينيك يا ربي وإلهي، وأنت تحصي كل سبله. طوباك يا مارينا، لأنك ذكرت في صلاتك كل الخطاة وكل ما طلبته فقد سمعته منك، وما لم تذكري سأعطيك إياه. وكل من يتشفع بك من النساء العواقر بأمانة صحيحة يلدن الأبناء المباركين.